Since then, وذلك الحين فيبدو أننا تحركنا قدما، ارتفاع مستوى سطح البحر وكذلك انبعاثات الغازات الدفيئة قد ارتفعت بشكل كبير، لذلك الإنسانية تواجه الكثير من المخاطر المرتبطة بالجفاف، حرائق الغابات، السيول والجفاف. ليس هناك دولة بعيدة عن ذلك، ولكن على الرغم من ذلك نحن مستمرون في استخدام الوقود الأحفوري، وهناك أزمة عالمية وفشلنا في التعامل معها كمجتمع مع متعدد الأطراف. الدول مستمرة في أن تلعب لعبة اللوم بدلا من أن تتحمل مسؤوليتها الجماعية للمستقبل. يمكن أن نستمر بهذه الطريقة، يجب أن نبني الثقة ونعمل معا لكي نحافظ على 1.5 درجة مئوية، وكي نبني مجتمعات تحقق الصمود باتجاه تغير المناخ. يجب أن نفي بوعودنا، إما أن نتحرك معا أو لا نستطيع من التعامل مع هذه المسألة. يجب أن نعمل على الخسائر والأضرار، التكيف، التخفيف والتمويل. ونحن في حاجة إلى كل هذه النهج لكي نتعامل مع كل جوانب مختلفة لاتفاقية باريس. الوقت لم يعد في صالحنا. أولا، نحن في حاجة إلى تقليل الانبعاثات الآن. نحن في حاجة إلى أن نقوم بمراجعة مساهمات كل دولة، ونحن في حاجة في كوب 27 نثبت لأن هناك ثورة في التحرك باتجاه الطاقة المتجددة. هناك فرصة للانتقال في مجال الوقود الذي يمكن أن يحاول من خلاله زيادة الطاقة المتجددة. هناك اتفاق مع جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي وهو جيد للغاية، والشراكة كذلك مع أندونيسيا وفيتنام مهمة للغاية، وهي توضح فرصة العمل معا من خلال طريقة تشاركية. لكن دعوني أكون واضحا، كل هذه الجهود يجب أن تكون إضافية وليست بديلا للدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية والذي تحتاج إليه لكي تتأكد من أن يكون لديها الصمود لتغير المناخ في المستقبل. أتطلع إلى الدول العظمى 27 لكي تظهر القيادة والعمل معا بنوايا طيبة. ثانيا، نحن في حاجة إلى أن نتعامل مع التكيف بحاجة ملحة. يجب أن يكون هناك أنظمة إنذار مبكر في جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية. هناك كثيرون الذين يتوفون بسبب الأحداث المناخية الحادة، وهذا لا يمكن أن يستمر. يجب أن نتأكد من وجود نظام إنذار مبكر لمدة 5 سنوات كبداية، وهذا يثبت كيف يمكن أن نساعد تمويل التكيف لكي يصل إلى 40 مليار دولار، وبعد ذلك نقوم بتمويل إجراءات الحد. ثالثا، دعونا نكون جادين بشأن التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية. على حد أدنى يجب أن نتوقف عن ذكر 100 مليار دولار دون أن ننفذ ذلك. يجب أن يكون هناك خطوط عريضة، ويجب أن يكون هناك كذلك جدول زمني لتوفير هذه الأموال لكي نتأكد من أن من يحصلون على التمويل ومن يحتاجون إليه. كل بنوك التنموية ودول متقدمة يجب أن تقدم الاستثمار والمساعدة لتمديد الطاقة المتجددة والصمود تجاه تغير المناخ في الدول النامية. يجب أن تقوم هذه البنوك قادرة على القيام بدورها، تغير من أطورها وسياساتها لكي تتحمل المزيد من المخاطر، وكي تقدم استثمارات لهذا المجال بحيث تزيد بشكل كبير. يجب أن تزيد من التمويل الذي يتطلب ضمانات سيادية، ويجب أن تستخدم الشراكات كأدوات لتقليل المخاطر والاستفادة من تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة التي نحتاج إليها. يجب أن تعتمد الدول كذلك على شركائها بالنسبة للخسائر والأضرار لدرة هذه المسألة على الهامش لفترة طويلة، وهذا يؤدي إلى تآكل الثقة التي يجب أن نبنيها معا. تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف وكذلك الفيضانات تحدث الآن. هذه الخسائر والأضرار كلها تجري، لذلك يجب أن يكون هناك استجابة لها لمواجهة المجتمعات والأفراد الأكثر تضررا. الخطوة الأولى هو أن يكون هناك مساحة في عملية تغير المناخ للتعامل مع هذه المسألة بما في ذلك التمويل من أجل الخسائر والأضرار. أصحاب السعادة، يجب أن يكون هذا هو عقد إجراءات حاسمة لمواجهة تغير المناخ، وهذا يعني التعاون والتشارك والثقة. لدينا خيار اتخاذ إجراءات جماعية أو انتحار جامعي. الأمر في أيدينا. شكرا لكم.